بقى نوصل لمصر وما أدراك مع مصر. اتفاقية عجيبة غريبة مريبة النهاردة عن أحدث موضة في التفريط في البلد جملة وقطاعي. بعد بيع الأسود وبعد الديون، بعد اتفاقيات توقيع اتفاقات الحدود المائية والتنازل عن الجزر، دخلنا بقى في الليفل الوحش. القصة كتبت عنها الصحف والمواقع تحت عنوان اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية في مصر. مسؤول حكومي يتوقع التوصل لاتفاق حماية الاستثمارات السعودية في مصر. تخيل قبل نهاية العام. حلو. يعني ايه بقى حماية الاستثمارات السعودية؟ القصة ان السعودية هتضخ اموال واستثمارات وتشتري حاجات. يعني اديك مثال، لما يجي مستثمر سعودي يشتري صلاح سالم كله، فيبقى بموجب الاتفاقية دي محدش يقدر يجي عنده. تحصين. وقال لك ان قطر سبقت وعملت اتفاقية زيها مع مصر. نشوف رئيس هيئة الاستثمار بيوضح تفاصيل اتفاقية حماية الاستثمارات. اتفضل. ايه التفاصيل بقى هذه الاتفاقية؟ يعني هي بتضمن الاستثمارات في حال ايه؟ يعني ايه التفاصيل بالضبط؟ مكوناتها ايه الاتفاقية يا استاذ حسين؟ يمكن زي ما حضرتك اتفضلتي، يعني لما بيحصل في فورس ماجور او في مشاكل بتحصل على مستوى الدوله، الدوله بتحمي الاستثمارات الخاصه بالدوله الاخرى بحيث ان هي تضمن ان ما فيش تعدي يحصل على هذه الاستثمارات، ولو حصل اي حاجه بتضمن حل المشاكل بطريقه احنا بنتفق عليها. وبس، يعني هي مجرد وضع اليه للتعامل في الاستثمارات ما بين الدول وبعضها. هل ايضا بتحمي الملكيه، بمعنى انه تحمي عدم التاميم، عدم الدخول اي حد شريك بالقوه، يعني بتحمي ايضا حدود الملكيه؟ هو في الحقيقه حضرتك القوانين المصريه وقانون الاستثمار والدستور المصري بيضمن ذلك اصلا، وطبعا احنا بنؤكد عليها في الاتفاقيه. يعني ناخد الكلام من اخره بقى، ده رئيس الاستثمارات. يعني اذا كانت في قوانين، ممكن تجيب الكلام من اخره؟ إذا كانت في قوانين في الدولة بتحمي الاستثمارات، إيه الداعي إنك تعمل تحصين للاستثمارات السعودية؟ هو بيقول أهو في آخر الفيديو، الحقيقة بتسأله الأستاذة لميس، فقال لها، قالت له يعني حد يخش بالعافية شريك يعني أو حاجة؟ قالت له لأ. قال لها لأ، الدولة فيها قوانين بتحمي الاستثمارات. حلو؟ نسمعه تاني كده معلش. وضع آلية للتعامل في الاستثمارات ما بين الدول وبعضها. هل أيضا بتحمي الملكية، بمعنى أنه تحمي عدم التأميم، عدم الدخول أي حد شريك بالقوة، يعني بتحمي أيضا حدود الملكية؟ هو في الحقيقة حضرتك القوانين المصرية وقانون الاستثمار والدستور المصري بيضمن ذلك أصلا، وطبعا احنا بنؤكد عليها في الاتفاقية. بس يعني عندك قوانين تحمي استثمارات أي خواجة جاي، إيه الداعي بقى؟ إيه الداعي أنك تعمل حصانة بالقانون لاستثمارات دولة ايا كانت الدولة، قطر، السعودية، تركيا، ايا كانت؟ يعني هو المفروض تسأله يعني ايه حماية الاستثمارات؟ حضرتك قلت في قانون موجود في الدولة بيحمي استثمارات اي مستثمر، لانها بتسأله سؤال عبقري، بتقول له يعني بتحميها من التأميم؟ قال لا هو في قانون بتحمي. طب لما في قانون بيحمي، ايه لازمة انك تطلع قانون حماية للاستثمارات السعودية؟ ايه لازمه؟ الاجابه عن السؤال ده في كلام الراجل في اول الفيديو. الاجابه عن السؤال ده هو خوف السعوديه من انه يحصل حاجه في البلد، زي انقلاب عسكري، زي انه ثوره تحصل، فتيجي الناس اللي جايه تقول لك ما نعرفكوش، انت مستثمر مالكش عندي حاجه، او يحصل انقلاب عسكري فيجي عسكري جديد فيقول لك مالكش عندي حاجة. أنا جبت الكلام ده منين؟ من الراجل نفسه في أول الفيديو خالص. بيقول إيه بقى؟ بيقول بتحميها إذا كان في مشاكل في الدولة. اسمع كده بيقول إيه؟ إيه التفاصيل بقى هذه الاتفاقية؟ يعني هي بتضمن الاستثمارات في حال إيه؟ يعني إيه التفاصيل بالظبط؟ مكوناتها إيه الاتفاقية يا أستاذ حسين؟
يمكن زي ما حضرتك اتفضلت يعني لما بيحصل في فورس ماجور او في مشاكل بتحصل على مستوى الدوله، الدوله بتحمي استثمارات الخاصه بالدوله بس. شكرا. لما تحصل مشاكل في الدوله، الدوله بتحمي البتاع. طب حلو قوي. السؤال الثاني بقى، بتحميها ازاي؟ يعني لو حصل انقلاب عسكري في مصر او ثوره، الناس اللي جايه جديد بقى السعوديين ياخدوا فلوسهم ازاي؟ هو جاوب بنفسه، قال لك بنتفق عليها. كمل بقى. هي تضمن ان مفيش تعدي يحصل على هذه الاستثمارات، ولو حصل اي حاجه بتضمن حل المشاكل بطريقه احنا بنتفق عليها. ايه بقى الطريقه اللي انت بتتفق عليها؟ ايه الطريقه؟ انا مستثمر سعودي، جيت دفعت 5 6 مليار، اشتريت كليه الحربيه واشتريت صلاح سالم واشتريت، وبعدين هوب قامت ثوره في البلد، هوب جم الثوار الجداد اللي هيحكموا قال لك مالكش عندي حاجه. ايه الطريقه بقى؟ ما تقوليش قوانين جوه البلد، لانه خلاص انا هغير الدستور وهغير القانون. ايه بقى الطريقه؟ هل هي التحكيم الدولي زي قضيه سياد كده اللي بهدلت مصر؟ يعني هل بنتفق على انه في حال حدوث اي شيء في البلد وبتاع يتفق الطرفين على التحكيم الدولي؟ التحكيم الدولي يعني الدولة دي تروح، والدولة اللي شاكية تروح، ونقف قدام المحاكم الدولية، فتيجي المحكمة الدولية زي قضية طابة كده تقول لك لا، بموجب القانون الدولي وبموجب الاتفاقية اللي انتوا وقعتوها مع بعض في سنة 2023 لا يجوز للدولة المصرية او النظام الجديد انه يسحب الارض او المشروع من المستثمر السعودي. هل ده الطريقة يعني؟ يعني هل دي الطريقة؟ طب ما تقولوا الناس ايه الطريقة؟ وليه لميس ما قالتلوش يعني ايه مشاكل في الدولة؟ ليه ما سألتوش؟ هو الراجل بيقول لها يعني إذا حصلت مشاكل في الدولة أو حاجات يعني كده ممكن يبقى الدولة التانية دي استثمارها محمي. ليه ما سألتوش ايه الطريقة اللي اتفقتوا بيها على الخلاف لو حصل حاجة في الدولة؟ ايه الطريقة؟ التحكيم الدولي؟ ما هي ما لهاش غير التحكيم الدولي. طيب السؤال الثاني، وده الأهم بقى. السؤال الثاني وده الأهم، يعني الحصانة دي بقى يعني إيه؟ المشاريع دي شكلها إيه؟ الاستثمارات السعودية دي في مصر شكلها إيه؟ يعني هتستثمروا في إيه؟ عشان تدوها حصانة وهنتفق على تحكيم دولي، يعني إيه نوعية الاستثمارات دي؟ الشعب ما يعرفش حاجة خالص؟ أنا عندي سؤال مهم. هل في دولة محترمة في أمريكا زي أمريكا أو أوروبا بتعمل تحصين كده؟ هل في دولة بتعمل كده؟ الأساتذة بتوع الاقتصاد يقولوا لي، هل في دولة، هل أنا لما أروح أستثمر في أمريكا أطالب الحكومة الأمريكية بإنها تديني قانون يحصن استثماراتي هناك؟ يعني ده سؤال مهم. لو أنا دولة قانون ودولة محترمة، هل لما أروح أستثمر في أمريكا أو في ألمانيا اروح اقول للالمان او الامريكان اعملوا لي قانون يحصن استثماراتي عندكم؟ هيقول لي طب ما احنا عندنا قانون. السؤال الثاني بقى، هل كل دوله هتطالب بنفس الاتفاقيه عشان تحمي استثماراتها فتتحول مصر لمقاطعات لاملاك واستثمارات محميه باتفاقيات دوليه؟ السؤال الثالث بقى، هل معنى ان السعوديه طالبت بتحصين استثماراتها اللي احنا ما نعرفهاش هي ايه، هل معناها ان الدول دي شايفينك دوله مستقره؟ هل معناها ان هم مش خايفين على فلوسهم من ثوره او انقلاب عليك؟ اسئله كتير كان لازم لميس تقولها، لكنها طبعا تخاف تفتح القصه دي لان الموضوع يخص السعوديه اللي هو جوزها بيشتغل عندهم، ويخص السيسي اللي ممكن يرجع يقعدها في البيت تاني. فما تقدرش تسأل، ما تقدرش تتعدى الخطوط الحمراء. انت لو بتحاور واحد بحرية هتقول له هل الاستثمارات السعودية لها قوانين حصانة في امريكا؟ طب وليه جاي تعمل عني؟ هل التحكيم بيننا وبين بعض في حالة حدوث ثورة هيبقى تحكيم دولي ولا داخلي؟ ما تقدرش. ايه نوعية الاستثمارات اللي حضرتك عايز تحصنها؟ ما تقدرش تسأله. سؤال او بديهي كده، ايه هي الاستثمارات دي اللي انت عايز تحصنها؟ يعني ايه نوعيه الاستثمارات دي؟ السؤال بقى المهم،
حضرتك مش شايف ان السعودية خايفة من عدم استقرارك؟ لما تطالب بالتحصين ده معناه انه عايز يضمن فلوسه، لانه شايف ان النظام ده ممكن يطير في اي ثانية. انما ده يفكرك بايه بقى؟ اوعى تنسى، اوعى تنسى زيارة نص الليل بتاعت رمضان شهر ابريل اللي فات، لما السيسي راح السعودية ورجع اهو، راح يتصحر هناك، طفحوه السم الهاري ورجع رجل ورا ورجل قدام. حتى قالوا ان المملكه ودول الخليج تريد عوائد افضل لانقاذ مصر. الول ستريت الجورنال اللي بعده قال لك انه السيسي وزاره السعوديه فشلت تفشل بتحقيق المطلوب. بص هو كان قاعد عامل ازاي؟